مع الحدا. تنضم الآن معنا عبر الاتصال مشكورة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، وهي مديرة البرنامج البحث الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني، عضوة بمجلس الدولة. صباحكم الله بالخير المكرمة الدكتورة، وأهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ، صباح الخير. الله يسلمك يا رب، سعيدين جدا بهذا التواصل معك، ونود أن نذكر المستمعين فنعرفهم بهذا البرنامج، برنامج البحث الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني، من حيث فكرته العامة وأهم أهدافه. شكرا جزيلا. أولا، البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني هو عبارة عن وحدة بحثية كانت في مجلس البحث العلمي، والآن طبعا في يعني ضمن قطاع البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هذا البرنامج الاستراتيجي يهدف أولا إلى تدوين التراث الثقافي، التعريف بالتراث الثقافي وحفظه، بالإضافة إلى يعني يهدف إلى استدامة التراث الثقافي من خلال استثماره، ومن خلال أيضا البحوث الاقتصادية التي تنبثق منه ضمن التنمية المستدامة والاكتساب القيمة التي يعني التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا التراث الثقافي العماني بوصفه بطبيعة الحال مادة حضارية متوفرة وغنية في سلطنة عمان والحمد لله. ولذلك الأساس الذي قام عليه هذا البرنامج هو خدمة التراث الثقافي بوصفه مادة علمية خام يمكن الاستفادة منها طبعا بعد حفظها وتبويبها وجمعها من الميدان. نعم، طيب، الآن هذا البرنامج يركز على ثلاث مجالات، فما هي المجالات الثلاثة ولماذا اختيرت تحديدا هذه المجالات؟ نعم، هذه المجالات الثلاثة هي ضمن مجالات ستة أصلا نعتبرها هي أولويات بحثية. منذ بداية يعني البرنامج الاستراتيجي منذ 2014 عمد إلى يعني إقامة ورش، عقد مجموعة من الورش المحلية والدولية واللقاءات النقاشات والحوارات مع المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي، بالإضافة إلى الباحثين والمهتمين بمجالات التراث الثقافي كلها. وبالتالي خرجنا بما يسمى بالأولويات البحثية، بمعنى هي أولويات وطنية قصرنا كثيرا في الالتفات إليها، أو ليست لدينا يعني معلومات كافية عنها، وهناك احتياجات وطنية تستدعيها في خاصة في مجالات الحفظ أولا، في مجالات الاستثمار خاصة في الفنون، في الدراما، في أيضا في مجالات يعني الاستثمار السياحي وهكذا. فهذه تعتبرها احنا أولويات وطنية، ولذلك تم التركيز الآن على الخطة اللي هي تمتد إلى 5 سنوات منذ 2017 إلى 2022، وهي 3 سنوات أو أكثر شوية نعتبرها هي سنوات البحث التي نخرج بعدها بتقييم البرنامج، وبعدها إن شاء الله نبدأ في الأولويات الوطنية الأخرى. هذه الأولويات هي الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة، ثم المشروع الحكايات والأساطير المرتبطة بالأمكنة، وهناك مشروع التراث اللغوي العماني. هذه هي المشروعات يعني الخطوة الأولى في أولوياتنا الوطنية. نحن نرجو لكم مزيدا من التوفيق ونشكرك على وجودك معنا المكرمة الدكتورة. الآن بدأ الباحثون بالاشتغال بمجالات البحث الثلاثة؟ نعم، الآن في المجالات الثلاثة لدينا 10 فرق بحثية في مجال الحكايات، في مشروع الحكايات، الحكايات والأساطير المرتبطة بالأمكنة، هناك 3 فرق بحثية، فريق في شمال الباطنة وهو يدرس الدراسة التطبيقية المسحية الاقتصادية للحكايات وهي يعني استثمار في السياحة، ثم فريق في ظفار وفريق آخر في الداخلية بدأوا المرحلة الأولى في جمع المادة، وفي فريق الشخصيات المشتغلة في التجارة والصناعة هناك 4 فرق بحثية في محافظات ظفار
الداخلية ومسندم ومسقط. نعم. بالإضافة طبعا إلى 3 مشروعات أيضا في التراث اللغوي العماني، يدرس الكمزارية ويدرس لهجة اللي هي الألفاظ الزراعية في الرستاق، بالإضافة إلى الفريق في ولاية العامرات يدرس النقوش والكتابات اللغوية المتوفرة والموجودة في الكهوف وفي الكتابات الصخرية المتنوعة في المناطق المختلفة أو في الأماكن المختلفة في ولاية العامرات. نرجو لكم كل التوفيق ونشكرك على وجودك معنا المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، عضوة بمجلس الدولة، مديرة البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني. شكرا لكم المكرمة الدكتورة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. شكرا. نهاركم سعيد. نهارك سعد إن شاء الله. كان ذلكم مع الحدث واقتربنا من البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني.